هو للأسف لأن بن دقر يعني كان موقفه موقف وطني، وكان ضد التصرفات التي تفعلها الإمارات والتحالف أحيانا بكله، فوقفوا ضده. لكن معين التحالف متمسك به. أنت تعرف أن في آلية تسريع اتفاق الرياض المادة الأولى تعيين معين عبد الملك رئيسا لمجلس الوزراء. صحيح. متى حصل هذا؟ متى حصل في أي اتفاق في العالم هذا سلب لسلطات الرئيس السيادية؟ يعني أقروا لكي يضمنوا بقاء هذا الرجل، أقروا وجوده في رئاسة الحكومة في المادة الأولى لآلية التسريع، علشان الرئيس لا يستطيع أن يرفض هذا الشخص أو يحيله أو يقيله، لأنه صار أحد بنود الاتفاق الموقع عليه، وهنا الخطورة. وأنت تعرف في بداية اتفاق الرياض في المادة الأولى في اتفاق الرياض الجانب السياسي عدم وجود أي وزير شارك في الأحداث في عدن. نعم. طيب نحن كنا في عدن، نحن دافعنا عن مؤسسات الدولة وضد من؟ ضد المتمردين، ضد الميليشيات الإماراتية. العجب أنه هذا الاتفاق يأتي بالميليشيات هذه وزعماها إلى الحكومة ويشرعهم، ونحن يقصينا يخرجنا من إطار الحكومة. يعني شيء الذي حصل شيء مريع، ولكن الشرعية مستلبة للأسف الشديد. يعني نحن يعني أحيانا وضعهم في الرياض ووجودهم هناك يستلزم منا بعض العذر، لكن ليس دائما وليس في القضايا الكبيرة. لا 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 نعذرهم في مسألة مصير الوطن، يعني يجلسوا في الرياض ليأمنوا مصائرهم الشخصية ويجاملوا السعوديين ويجاملوا الإماراتيين على حساب الوطن، هذا مرفوض. ولذلك أنا اختلفت أنا ومعين عبد الملك عندما ذهب في نوفمبر 2019 إلى عدن حال توقيع اتفاق الرياض، والانتقاليين التابعين للإمارات لم ينفذوا ولا نقطة واحدة من الاتفاق.